في طرفين في موضوع ظهور النور المقدس الطرفين دول اللي هو الشرطة الإسرائيلية وعائلة مسلمة منذ زمن هي اللي ماسكة مفاتيح كنيسة القيم الطرفين دول الشرطة الإسرائيلية والعائلة المسلمة بيفتشوا القبر قبل يوم السبت تفتيش دقيق جدا بحيث ان ما يكونش فيه اي مواد مشتعلة أو قبل للإشتعال أو أي مادة ممكن أن الباتريارك لما يدخل تاني يوم يستخدمها في إنارة الشموع ويختموا إيه القبر بالشمع ويحطوا عليه ختم سواء الشرطة الإسرائيلية سواء هذه العائلة المسلمة تاني يوم لما بيجي البطرك بيتم تفتيشه من قبل الشرطة الإسرائيلية تفتيش ذاتي وده بيبان قدام الكاميرا احنا حتى قدام بيشوفه. الكاميرات طبعا قدام الكاميرات وبيدخل البطريرك وهو لا يملك اي شيء من هذه الخدع زي ما البعض بيدعي وطبعا لو الاثنين دول الشرطه الاسرائيليه والعائله المسلمه التي مسؤوله عن القبر المقدس لو عندهم شك او ذره شك واحده كانوا بالفعل نبهوا الناس وهم لهم مسيحيين بل يهود ومسلمين كانوا على الأقل قالوا أن اللي بيحصل دوت خدعة لكن حتى الشخص اللي ماسك حاليا من الأسرة المسلمة القبر المقدس أو مفاتيح القبر المقدس في جريدة اليوم السابع عملوا معاه حوار لطيف جدا عن فكرة برضه ظهور النور وهو قال اللي عاوز يؤمن هيؤمن واللي مش عاوز يؤمن ما يؤمنش في نقطه كمان بت... احيانا في ناس بتشير ليها على مواقع التواصل الاجتماعي انه قد يكون الناس المؤمنين اللي في الكنيسه وقتها مرشوشين او محطوط عليهم طبقه تعزل النار دي عنهم فعشان كده هم ما بيتحرقوش زي مثلا لما بنشوف في افلام هوليوود او او اي فيلم لما بيبقى فيه نار الواحد بيبقى حاطين عليه طبقه بحيث ان هو ما يتحرقش ايه رد حضرتك على التعليق ده الحقيقة اللي قالها أو التاريخ اللي قاله المؤرخ الناقد لظهور النور المقدس إدوارد جيبون لما تكلم أنه النور المقدس بيظهر من القرن التاسع جميع المواد سواء الفسفور الأبيض أو المواد اللي بتمنع احتراق الجسم اللي بيستخدموها في الأفلام وكده دي عبارة عن مواد مصنعة حديثة فلازم تكون كانت موجود وقتها. ما كانتش موجوده على الاقل في القرن التاسع، لكن الحدث ده بيحصل قبليها بقرون كتيرة لكن هنقول ان الشخص اللي قال بينكر حقيقه الظهور هو الشخص نفسه اللي اثبت ان في ظهور للنور المقدس من القرن التاسع وده قبل كل ظهور المذيبات والفسفور الابيض والمواد اللي بتمنع الاحتراق.